بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم النهاردة مع دواء جديد، هو سيفو روكسيم. سيفو روكسيم مضاد حيوي حقن واسع المدى. سيفو روكسيم هو أحد المضادات الحيوية الذي يحتوي على المادة الفعالة سيفو روكسيم. هو أحد أنواع الأدوية بتعتمد على قتل البكتيريا، موت الخلايا البكتيرية من الداخل. هو من المضادات الحيوية قوية المفعول، تكمل دور الجهاز المناعي الداخلي الموجود داخل الجسم الذي تضعفه البكتيريا وتسبب التهابات خاصة في منطقة الفم، منطقة البلعوم. أي التهابات تصيب الجسم من الداخل، سواء الأمعاء، سواء القولون، سواء المسالك البولية، كل دي بحاربها سيفوروكسيم. ايه هي دواعي استعمال سيفوروكسيم؟ رقم واحد، يستعمل سيفوروكسيم للقضاء على الالتهابات المختلفة في الجسم، ومنها ما تظهر في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والحلق والبلعوم. رقم اتنين، يستعمل لعلاج التهاب اللوزتين والقصبة الهوائية والجهاز التنفسي بالكامل. رقم ثلاثة، يستعمل للقضاء على التهابات المفاصل والعظام والتهاب السحايا. رقم أربعة، يستعمل لعلاج التهاب الأمعاء والجهاز الهضمي والمسالك البولية. رقم خمسة، يستعمل لعلاج حالات التسمم الشديدة ومرض السيلان والقوباء. رقم ستة، يستعمل في الجراحات، في حالة الجراحات يتم إعطاء دواء سيفوروكسيم على سبيل الوقاية قبل جراء العمليات الجراحية أو بعدها، حتى لا يحدث تلوث في الجرح أو التهاب أو تلوث في الجلد أو تسمم في الدم، فهو يقضي على العدوى الجرثومية والبكتيرية بالكامل في الجسم. النقطة اللي بعد كده، يستعمل دواء سيفوروكسيم لعلاج التهابات الجلد زي التقيحات والحروق والاحمرار الناتج عن بعض الصدمات والالتهابات البكتيرية الخارجية. النقطة اللي بعد كده، سيفوروكسيم هو ينتمي لعائلة السيفالوسبورينات اللي بتهدد أمن الخلايا البكتيرية وتقتلها وتنتزع منها الجدار الخلوي، وهو من الجيل الثاني من المضادات الحيوية. هو جزئي التخليق مما يساعده على القيام بواجبه على أكمل وجه من خلال البيتا لاكتامات التي تتميز بكفاءتها العالية والمواد الفعالة التي تثبط الجدار الخلوي للبكتيريا وتتخلص منه، وبالتالي تقضي نهائيا على الخلية مهما كانت فصيلتها، سواء تنتمي لسلالات البيتا لاكتاماز او البنسلينات. طيب، ايه هي الجرعة وايه هي طريقة الاستعمال لسيفوروكسيم حقن؟ رقم واحد، تأخذ جرعات سيفوروكسيم حسب الحالة، حسب شدة الحالة، حسب عمر المريض. مين اللي بيحدد كده؟ هو الطبيب المعالج. بشكل عام، يتوفر دواء سيفوروكسيم على شكل حقن واقراص تتراوح ما بين 500 ميلي جرام و1000 ميلي جرام. في حالة التهاب البسيط زي التهاب الأنف والتهاب الفم والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين، يتم أخذ أقراص سيفوروكسيم مرتين في اليوم، ولكن من خلال تقسيم الجرعة ل 250 ميلي جرام في كل مرة. بالنسبة للأطفال يتم تقليل الجرعة عن ذلك. في حالة التهاب شديد سواء في المسالك البولية أو الجهاز التنفسي أو مرض السيلان، يمكن مضاعفة الجرعة، أي تناول 1000 ميلي جرام في اليوم حتى يستطيع أو حتى تظهر نتيجة سريعة أو يحدث فارق، وذلك بالاستمرار لمدة أسبوع أو 10 أيام حسب طبيعة الحالة. مين اللي بيحدد كل ده؟ هو الطبيب المعالج. رقم أربعة، في حالة الجراحات والأمراض المستعصية من التهابات السحايا والقوباء والتهابات المسالك الشديدة، يتم أخذ الجرعة من خلال الحقن الوريدي أو العضلي على أن تتراوح بين 1000 و1500 ميلي جرام وتقسم على جرعات. طبعا مين اللي بيحدد كل الحاجات دي؟ الطبيب المعالج. طيب، الآثار الجانبية، احنا ليه بنقول الطبيب المعالج؟ لأن الطبيب المعالج هو اللي شايف الحالة قدامه، وهو اللي بيحدد حسب عمر المريض وحسب حالة المريض. الآثار الجانبية لدواء سيفوروكسيم، رقم واحد، قد يحدث في بعض الحالات لأن سيفوروكسيم دواء ذو تركيب جزئي وبالتالي يؤثر على الجهاز الهضمي،
المريض يشعر بالغثيان وعدم الرغبة في تناول الطعام حتى تنتهي جرعات سيفروكسين. رقم 2، قد يصاب بعض الأشخاص ببعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، إسهال وتعرق، وبعض الأحيان قد تصل الالتهاب في الكلى مع حدوث التهابات في منطقة المهبل عند السيدات. رقم 3، من الأعراض التي يمكن أن تحدث صداع ودوار دائم وتعتيم الرؤية وحدوث الصدمة الطاقية ومتلازمة ستيفن جونسون نتيجة التفاعلات الحساسة التي قد تحدث، ولذلك يجب إخبار الطبيب عند تناول أي أدوية أخرى. يعني أنت الدكتور كتب لك سيفروكسيم، يبقى أنت تقول له على الأدوية اللي أنت بتاخدها، سواء أدوية خاصة بالقلب أو السكر أو أي عقاقير أخرى، حتى لا يحدث تفاعلات بين الأدوية. ايه هي موانع استعمال سيفروكسيم؟ يمنع استعماله للاشخاص اللي مصابين بحساسية زائدة لمكونات سيفروكسيم. ايضا رقم 2، لا يمكن استعماله في مرحلة الحمل عند السيدات الحوامل، وخاصة في الاشهر الثلاثة الاولى من الحمل، لانه قد يحدث بعض تشوهات خلقية للجنين. ايضا لا يمكن استعماله في مرحلة الرضاعة الطبيعية بالنسبة للسيدات التي ترضع رضاعة طبيعية، لأن الدواء يمر في حليب الأم إلى الطفل الرضيع ويؤدي لخطورة على الحياة الصحية للطفل الرضيع، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول الدواء في مرحلة الحمل ومرحلة الرضاعة الطبيعية. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وشكرا لحضراتكم، وأرجو أن أنتم تدعموا القناة بضغط لايك، تفعيل الجرس، والاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، وأي تعليقات تكتبها أسفل الفيديو، ولأن كل الحاجات دي بتخلي الفيديو بيتشاهد أكتر يظهر أكتر في المشاهدات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.